بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عدنا لكم أعزائي طلبة السادس العلمي بفرعيه الإحيائي والتطبيقي، وجزء آخر من سلسلة محاضرات الأعداد المركبة، ووصلنا إلى أشكال أرجانت أو ما يسمى بالتمثيل الهندسي للأعداد المركبة. هذا الموضوع، قبل أن أعرض عليكم الموضوع أعزائي، أود الإشارة إلى أن الكتاب المقرر وضع مجموعة تمارين كاملة لهذا الموضوع، وهي المجموعة الثالثة بالنسبة إلى كتاب الإحيائي، والمجموعة الرابعة بالنسبة إلى كتاب التطبيقي. وعلى مدى تقريباً 25 سنة سابقة لم يأتي هذا الموضوع إلا مرتين أو ثلاث مرات. إذن الأمر مهم جدا. بعض الطلبة يقول أن هذا الموضوع غير مهم، ما أريد أقرأ هذا الموضوع، ما ممكن يجي، لا ممكن يجي. وإذا لم تستطع إدراك الموضوع وفهم الموضوع بالشكل الصحيح، ربما ستحرج في الامتحان وقد تضيع منك درجات كثيرة. لذلك أرجو أن تنتبهوا علي في عرض هذا الموضوع أعزائي. إذا نبدأ على بركة الله، والموضوع يقول التمثيل الهندسي للأعداد المركبة، أو ما نسميها بصيغة أرجانت نسبة إلى العالم الذي تعامل معها وهو أرجانت. ماذا يقول أرجانت؟ يقول إذا عندي عدد مركب بالصيغة الجبرية يمكن تحويله إلى نقطة تقع في الفضاء الإحداثي XY. يعني إذا كان العدد المركب هو 3 زائد 4i، إذن شو راح أحول نقطة؟ إذن هذا الـ PZ إيش راح يصير عندي؟ هذا راح يصير عندي 3 فارز 4. زين، إذا كان العدد مثلا -2 زائد 5i، شلون هذا أحوله إلى نقطة؟ إذن مباشرة سيكون PZ ماذا؟ إذن سيكون -2 5. إذن هنا ملخص ما سوف نتحدث عنه، أن المسقط أو الإحداثي الأول للنقطة هو يمثل الجزء الحقيقي، أما الجزء التخيلي فيمثل المسقط الثاني للنقطة. شلون أمثل هذه النقطة على الفضاء الإحداثي؟ بمجرد تأشير النقطة. يعني هنا من أجي أرسم المحورين الإحداثيين، بمجرد تأشير النقطة راح أجي أوصل من نقطة الأصل إلى هذه النقطة بقطعة مستقيم موجهة. إذن هذا كيفية تمثيل النقطة، وستشاهدون ذلك بأنفسكم. إذن السؤال الأول، إذا كان زد يساوي 3 ناقص 5i عددا مركبا، مثل على شكل أرجانت كل من العدد ومرافقه ونظيره الجمعي. إذن العدد من هو؟ العدد هو 3 ناقص 5i. شلون أمثل على شكل نقطة؟ إذن راح أقول PZ يساوي 3 فارز سالب 5. زين، تقدر تعين 3 سالب 5؟ أكيد تعرف الثلاثة وين صايرة. الثلاثة هنا صايرة، السالب خمسة تقريبا هنا صايرة. وين راح يتقاطعون؟ راح يتقاطعون هنا تقريبا. إذن ما عليك إلا أن تصل قطعة مستقيم موجهة من نقطة الأصل إلى هذه النقطة، كما ستشاهدون ذلك بأنفسكم. إذن لاحظ، إذن هذه 3 وعندي هذه 5، إذن بيش راح يتقاطعون؟ راح يتقاطعون هنا. إذن أوصل قطعة مستقيم موجهة. عزيزي، نهاية هذه القطعة المستقيم، إذن هنا عندما أقول قطعة مستقيم موجهة، الاتجاه ضروري جدا تمثيله. إذن نهاية السهم تريد تسوي هيجي، تريد تسوي بالصورة هذه، تريد تسوي بالصورة هذه، المهم النهاية راح تكون هنا. إذن هذا اللي أريده منك، مو بالضرورة أن يكون النهاية، يعني هذا الجزء المدبب، هذا الجزء السهم أن يكون بالأخير، يعني ممكن يكون هنا، لكن نهاية السهم لازم تكون بالصورة هذه. إذن هذه ما تسمى قطعة مستقيم موجهة. إذن هنا ثبتت 3 سالب 5. زين، إيش دايريد من عندي؟ دايريد نظير الجمعي. أنت تعرف النظير الجمعي للعدد المركب هو نفس العدد بعد أن أغير إشارة الجزء الحقيقي والتخيلي إلى عكسها. يعني هذه 3 صارت سالب 3، هذه السالب 5 صارت -5. زين، شلون تحولها إلى نقطة؟ راح تقول لي بي للسالب زد، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير -3 5. وين صار -3 5؟ تحسب -1 -2 -3، -3 هنا،
وبعد والخمسة تقريبا هنا، إذا هنا وين راح يتقاطعون؟ تقريبا يتقاطعون هنا. إذا ما عليك إلا أن تصل قطعة مستقيم موجهة من نقطة الأصل إلى هذه النقطة وتسميها بي للسالب زد، وتشاهد ذلك بنفسك. إذا هذه النقطة إيش راح أسميها؟ أسميها بي للسالب زد، وعليك التأكد من أن العدد المركب ونظيره الجمعي يجب أن يكون على استقامة واحدة. إذن أكرر، العدد المركب ونظيره الجمعي يجب أن يكون على استقامة واحدة. بعد إيش يريد مني؟ يريد مني المرافق. مرافق العدد المركب، تعرف أن مرافق العدد المركب فقط أغير إشارة الجزء التخيلي. إذن كانت سالبة صارت موجبة. إذن البي هي point، يعني معناها نقطة المرافق هي 3-5. وين صارت 3-5؟ إذن هنا 3، هنا 5، وين راح يتقاطعون؟ إذن راح يتقاطعون في الصورة هذه. إذن هذه راح تكون نقطة المرافق، وكما ستشاهد ذلك بنفسك، إذن هذه هي نقطة المرافق. إذن انتهى السؤال. يجوز بالامتحان الوزاري ما يقول لك ثبتهم ثلاثتهم، راح أشوف بالتمارين. يقول فقط أريد منك شنو؟ أريد منك العدد ومرافقه، ثبت على شكل أرجنت، خلاص. يجوز يقول لك أريد العدد ونظيره الجمعي، ثبت على شكل أرجنت، خلاص. يجوز يريد منك بس العدد. يعني هنا قبل سنتين تقريبا كان هناك أحد الأسئلة الوزارية، شو يقول هنا السؤال الوزاري؟ يقول لي عندك عدد مركب، العدد المركب كان في وقته هو 1 ناقص I أس 13 على 64. يقول لي جد الصيغة الجبرية لهذا العدد المركب. أقول له صار الصيغة الجبرية، ما أتذكر بالضبط، طلعت يجوز 1 زائد I وربما 1 ناقص I. المهم السؤالي مو شغلتي تبسيط هذا العدد المركب، لكن إيش قالهم؟ قالهم جد بالصيغة الجبرية ومن ثم مثل الناتج على شكل أرجنت. كل الطلاب عرفوا يحصلون الصيغة الجبرية. ستتذكر الصيغة الجبرية شلون يحصلها؟ هذا ال 13 راح اسوي 12 بواحد، وال 12 اسوي تربيع الستة، وتقدر تراجع المحاضرات الاجزاء السابقه وراح تشوف هذا السؤال بالضبط. لكن هنا الطلاب وين وقعوا؟ عرفوا يحولوا الى الصيغه الجبريه، لكن ما عرفوا يمثلون على شكل ارجنت. هذا اذا 1 زائد I معناها النقطه مالته شنو؟ يعني راح يصير عندي بي زد، هذا شيء يساوي؟ يساوي 1-1. زين هنا من اجي ارسم المحورين الاحداثيين وين صاير الواحد واحد؟ اذا هذه الواحد واحد، ما عليك الا ان تصل قطعه مستقيم موجهه من نقطه الاصل الى هذه النقطه، وبس هذه تقول عليها بي للزد، وتاخذ 3 درجات، وهذا كان عليه 7 درجات، وتحصل على درجه كامله. لذلك هواي طلاب في تلك السنه سووا وحصلوا 7 درجات وما حصلوا ال3 درجات، لأنهم لم يستطيعوا فهم أشكال أرجنت بشكل الدقيق. إذن هذا الاحتمال الأول. هناك ملاحظتين هامتين جدا. يقول لي أريد تجمع لي عددين مركبين على شكل أرجنت. يقول لي أريد تطرح عددين مركبين على شكل أرجنت. شلون أجمع؟ شلون أطرح؟ عليك أن تقرأ هذه الملاحظتين بدقة. زين شلون اطبقها؟ هسه راح تشوفها قدام عينك. الزت 1 هو 3 زائد 4 I، تشوفه. والزت 2 هو من هو؟ 1 ناقص 2 I. زين الزت 1 اذا اريد احوله الى نقطه شو يصير؟ يصير 3 فارز 4، مو اكيد هنا راح تقول لي هذا يصير 3 فارز 4. زين الزت 2 اذا اريد احوله الى نقطه شو يصير؟ يصير 1 سالب 2، وراح تشوف هسه بنفسك. زين شلون تجمع عددين مركبين على شكل أرجنت؟ تقول الملاحظة بما يلي. أولا عليك أن تحول العدد المركب الأول إلى نقطة. هسا هذا الـ P1 ما تريد تكتبه ماكو مشكلة، سوي لي P Z1. هسا أنا اللي يهمني هذا، أنت إذا مسميه Z1 تقول لي P Z1. هسا هذا الوان مو كلش مهم. زين حولت العدد الأول إلى نقطة، وحولت العدد الثاني إلى نقطة، وتعلمنا شلون نحول إلى نقطة. بعد شو تسوي؟ راح تجي تجمع جمعتي هذه. هذا الجمع Z1 زائد Z2 شلون كنا نجمع ايام زمان؟ اذا راح تجمع ال3 زائد 1 صارت 4، و4 ناقص 2 صارت 2، حولها الى شكل نقطتين صارت 4 2.
هسه راح تقول لي الا اسميها بي 3 زد 3، لا مو الا، يعني تريد هذه اصلا انت لا تسميها زد 3. زين انت جمعت زد 1 زائد زد 2، ايش راح تقول لي هنا؟ راح تقول لي بي للزد 1 زائد زد 2، كلش كافي وتاخذ عليها الدرجه اللي تريدها. اذا انا هنا للسهوله سميتها زد 3، ولكن انت غير مجبر على هذه التسميه، سميها بي زد 1 زائد زد 2. زين هسه هنا عندي الزد 1 وعندي الزد 2 وعندي بي للجمع، هسه ايش راح اسوي؟ رسمت المحورين الاحداثيين. اول عمليه راح اسويها راح اجي ااشر البي زد 1 اللي هو 3 4، اذا هنا تقريبا 3 هنا تقريبا 4، راح اجي هنا اوصل 3 4 قطعه مستقيم موجهه وراح اسميها بي زد 1 وراح اشوف حسب نفسك. اذا هنا هذه قطعه المستقيم قد وصلت وهي منو؟ هي البي زد 1. اذا هسه هذه راح اسميها بي زد 1. زين هذه انتهينا منها. زين بعد الملاحظه تقول راح اجي اثبت البي زد 2، البي زد 2 من هو؟ هو 1 سالب 2، وين صار الواحد؟ هذا الواحد والسالب 2 اللي جوا، اذا هنا وصلت الان بي زد 2، اذا هنا راح اجي اشر عليها وراح اقول عليها بي زد 2. زين شو يقول هنا ارجانت؟ يقول لي ما اريد منك شيء، اريد من نهايه القطعه الاولى ترسم قطعه مستقيم توازي القطعه الثانيه وبنفس الطول، ومن نهاية القطعة الثانية ترسم قطعة مستقيم توازي القطعة الأولى وبنفس الطول، عندها يكون ناتج الجمع هو نقطة التقاء القطعتين، وبعدين كمل لي القطر مالتها. إذا هذا الأرجانت ايش يقول؟ أعيدها. يقول لي من نهاية القطعة الأولى ارسم قطعة مستقيم توازي القطعة الثانية وبنفس الطول، ومن نهاية القطعة الثانية ارسم مستقيم قطعة مستقيم توازي القطعة الأولى وبنفس الطول، عندها يكون ناتج الجمع هو نقطة التقاء المستقيمين، ووصل قطعة مستقيم موجهة من نقطة الأصل إلى هذه النقطة. إذن أرجانت هيك يقول، إذن شلون نمثلها؟ دشوف قدامك. إذن سوينا هسه من نهاية القطعة الأولى رسمت هذه القطعة توازي الثانية وبنفس الطول، ومن نهاية الثانية سويت رسمت قطعة مستقيم توازي القطعة الأولى وبنفس الطول. زين هنا من هو ناتج الجمع؟ بالتأكيد ناتج الجمع هو نقطة التقاء القطعتين. هسه أريد توصل قطعة مستقيم موجهة من نقطة الأصل إلى هذه النقطة، إذا هذه النقطة الناتجة تريد تسميها بي زد 1 زائد زد 2، وإذا أنت مسميها زد 3 راح تقول لي بي زد 3، وأعتقد العملية سهلة جدا. إذا هسه هنا من أريد أجمع عددين مركبين على شكل أرجانت، شو أسوي هسه هنا؟ راح اجي اثبت العدد الاول واوصله بقطعه مستقيم موجهه من نقطه الاصل، اثبت العدد الثاني واوصله بقطعه مستقيم موجهه من نقطه الاصل، بعد من نهايه القطعه الاولى ارسم قطعه مستقيم توازي الثانيه وبنفس الطول، من نهايه القطعه الثانيه ترسم مستقيم قطعه مستقيم توازي القطعه الاولى وبنفس الطول، عندها يكون ناتج الجمع نقطه التقاء القطعتين حتى تحصل درجة كاملة توصل لي قطعة مستقيم موجهة من نقطة الأصل إلى هذه النقطة، وبذلك تتم عملية الجمع، وكل وحدة تعطي اسمها فوقها بي زد 1 بي زد 2 وبي زد 1 زائد زد 2، وإذا أنت مسميها زد 3 تقدر هذه تسميها شنو؟ تقدر تسميها بي زد 3، وراح تحصل درجة كاملة. أبد لا تنسى هذا القطر، هذا القطر مهم جدا، ونلاحظ أن الشكل المتكون شنو اسمه؟ الشكل المتكون هنا أعزائي هو متوازي الأضلاع، لأن تعريف متوازي الأضلاع، شنو تعريف متوازي الأضلاع؟ متوازي الأضلاع وهو عبارة عن شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين، أو ما تسمى متطابقين. إذن الشكل متوازي أضلاع لأن هو أرجانت قال لي يوازي ويساوي، يوازي ويساوي، إذا الشكل صار عندي متوازي أضلاع، وهو احتمال من احتمالين مثل ما راح أشوف بعد شوية. إذا هذا ما يخص عملية الجمع. راح تسألني شلون أطرح عددين مركبين على شكل أرجانت؟ من أجي أسأل الأرجانت أقول له أطرح لي زد 1 ناقص زد 2، راح يقول لي شنو طرح؟ ما أعرف عندي عملية طرح. يقول لي أنا أعرف عندي عملية جمع، يعني أول ما يستلم السؤال يحول لي الطرح إلى جمع،
يعني Z1 زائد سالب Z2. من هو اللي راح يمثله؟ راح يمثل Z1 ويمثل السالب Z2، يعني Z2 بعد ما له علاقة به. إذا من هو Z1؟ هو 3 زائد 4i. من هو السالب Z2؟ هو السالب 1 زائد 2i. شوف تغيرت إشارة الحقيقي والتخيلي، تجمعهم جمع اعتيادي طلع 2 زائد 6i. تريد هذه سميها PZ4، تريد تقول لي PZ1 ناقص Z2 كيفك، المهم طلعت 2 6. إذا شلون راح أجي أرسمها؟ رسمت المحورين الإحداثيين. أول شيء أثبته من هو؟ أول عملية يتم تثبيتها هو PZ1. إذا PZ1 دشوفه قدامك، وهذا هو من هو؟ إذا هذا هو PZ1. زين، بعد أثبت الـ PZ2؟ لا ما أثبت الـ PZ2، أثبت الـ P سالب Z2. إذا هذا الثاني من هو؟ هو سالب Z2. إذا إيش راح أكتب هنا؟ راح أكتب P سالب Z2. إذا في حالة الجمع راح أثبت الـ PZ1 و PZ2، في حالة الطرح أثبت الـ PZ1 وبعد و P سالب Z2. دير بالك لا تنسى، يعني ورا مقلبة الطرح إلى جمع هسه نفس العملية. من نهاية القطعة الأولى راح أجي أرسم قطعة مستقيم توازي الثانية وبنفس الطول، ومن نهاية القطعة الثانية أرسم قطعة مستقيم توازي الأولى وبنفس الطول. إذا العملية راح تكون تقريبا بالصورة هذه، وبعدين أقفل القطر مالته. إذا الناتج هذا يمثل بي Z1 ناقص Z2. إذا تلاحظ من نهاية القطعة الأولى رسمت قطعة مستقيم توازي الثانية وبنفس الطول، ومن نهاية القطعة الثانية أرسم قطعة مستقيم توازي القطعة الأولى وبنفس الطول. عندها يكون نقطة الالتقاء يمثل ناتج ماذا؟ ناتج طرح العددين. وبعدين كلش مهم وما أنسى القطر، إذا هذا إيش راح يمثل هسه؟ إذا هذا راح يمثل P من هو؟ يمثل P Z1 ناقص Z2، وبذلك ينتهي السؤال أو أسميها P Z4. إذا الشكل المتكون في الحالتين صار عندي هنا متوازي أضلاع. إذا أريد أأكد على شغلة مهمة جدا جدا أعزائي، في حالة الجمع شنو اللي أمثله؟ أمثل الـ PZ1 و PZ2 وبعدين P للجمع. لكن في حالة الطرح شنو اللي أمثله؟ PZ1 و P سالب Z2 و P للطرح. الشكل المتكون واحد من احتمالين، ربما يكون متوازي أضلاع وربما يكون شيء آخر، ستشاهده الآن أعزائي. إذا كان Z1 1 زائد I وZ2 2 زائد 2 I، يريد مني نفس الشغل Z1 زائد Z2، Z1 ناقص Z2، وبعدين نجي على 3Z1. إذا Z1 1 I 1 زائد I أكيد 1 1، الZ2 هو 2 زائد 2i، إذا الـ PZ2 من هو؟ هو 2 2. هسه هنا من أريد أجمعهم جمع اعتيادي، إيش راح يصير هنا؟ راح يصير 1 زائد 2 3، و 1 زائد 2 3، إذا 3 زائد 3i، يعني معناها 3 3. لو ألاحظ عزيزي بأن الـ PZ1 هو هذا، إذا هذا هو PZ1، وبعد وهذا هو PZ2. شوف الـ PZ2 انطبق على الـ PZ1، و PZ1 زائد Z2 انطبق عليهم اثنيناتهم. إذا الملاحظة اللي مهمة جدا جدا تقول ناتج جمع أو طرح أي عددين مركبين على شكل أرجان لا يتعدى احتمالين، الاحتمال الأول يكون متوازي أضلاع والاحتمال الثاني يكون مستقيم. إذن الاحتمالين لا ثالث لهما. إذا كان الـ PZ1 والـ PZ2 على استقامة واحدة فلا بد أن ناتج جمعهم أو طرحهم يكون على استقامتهم، ربما تكون بنفس الاتجاه وربما تكون بعكس الاتجاه. دشوف هسه هنا إذا أريد هنا Z1 ناقص Z2، زين شلون Z1 ناقص Z2؟ اتفقنا قبل شويه راح اجي احول الطرح الى جمع، اللي راح اثبته من هو؟ ما اثبت الZ1 والZ2، اللي راح اثبته PZ1 اللي هو 1 1 و P سالب Z2 اللي هو سالب 2 سالب 2. اذا ناتج الطرح سيكون سالب 1 سالب 1، وستشاهد ذلك بنفسك.
إذا هنا واضح جدا عزيزي، إذا هذا بي زد 1 وهذا بي زد 2 اللي هو سالب 2 سالب 2. إذا هنا بما أن القطعتين على استقامة واحدة حتى لو باتجاهين متعاكسين ما طول على استقامة واحدة، إذا لابد أن ناتج الجمع أو الطرح سيكون على استقامتهم. إذا أكرر الملاحظة، لجمع عددين مركبين على شكل أرجان شنو اللي أثبته؟ اللي راح أثبته بي زد 1 وبي زد 2 وبالأخير بي للجمع القطر أبد ما أنساه. ولطرح عددين مركبين على شكل أرجان شنو اللي أثبته؟ بي زد 1 وبي سالب زد 2 وبي للطرح والقطر أبد ما أنساه، والشكل المتكون لا يتعدى أحد احتمالين، أما يكون متوازي أضلاع أو يكون مستقيم. وهنا عندي الاحتمال الثالث أعزائي لضرب أي عدد مركب في عدد حقيقي بيانيا أو على شكل أرجان، فإن ناتج الضرب سيكون امتداد المتجه الأصلي أما بنفس الاتجاه أو بعكس الاتجاه، وسنلاحظ ذلك أعزائي. ديريد مني 3 زد 1، الزد 1 تذكروها هي 1 1 يعني معناها 3 زد 1 هو 3 3، إذا هذا راح يكون بي زد 1، إذا هذا هو بي زد 1، إذا بالتأكيد 3 زد 1 سيكون امتداد العدد الأصلي، يعني دائما تخلي مسطرة وتكمل. هسه هنا أنت من رسمت المحورين الإحداثيين وطلع البي زد 1 مثلا هنا من الضربة في عدد حقيقي لو يكون بهذا الاتجاه لا يكون بهذا الاتجاه، إذا هنا يكون امتداد العدد الأصلي أما بنفس الاتجاه أو بعكس الاتجاه. هنا رواية أرجاد انتهت، وننتقل معكم إلى تمارين 1-4 والسؤال الأول. اكتب النظير الجمعي لكل من الأعداد التالية ثم مثل هذه الأعداد ونظائرها الجمعية على شكل أرجان. دشوف الاثنين زائد ثلاثة آي سويت اثنين ثلاثة، منو نظير الجمعي؟ سالب اثنين سالب ثلاثة. واحد زائد ثلاثة آي سالب واحد زائد ثلاثة آي سويت سالب واحد ثلاثة، شنو نظير الجمعي؟ هو واحد سالب ثلاثة. وهذه الأعداد أمامك وكل عدد أحوله إلى نقطة وبعدين نظير الجمعي، ودشوف هنا دائما العدد ونظيره الجمعي يكون على استقامة واحدة وبعكس الاتجاه. إذن 2 3 قدرت هنا 2 هنا 3 وين راح يتقاطعون؟ يتقاطعون هنا، إذن هذا هو بي زد 1 والنظير الجمعي مالته سالب 2 سالب 3 بالتأكيد سيكون بالربع الثالث. نفس العملية تقدر تتابع بالنسبة للزد 2 والزد 3 والزد 4. إذن السؤال الأول أعتقد سؤال سهل جدا، السؤال الثاني بنفس السهولة يقول لي اكتب العدد ومرافق العدد لكل من الأعداد التالية ومثل الناتج على شكل أرجاد. إذن قريبة للأعداد التي ناقشناها قبل قليل، المرافق شغير بالمرافق، المرافق تتغير فيه إشارة الجزء التخيلي فقط، إذا سالب يصير موجب، إذا موجب يصير سالب، بنفس الكيفية تماما تجي تمثل العدد المركب، هذا العدد المركب مثلته وبعدين تمثل نقطة المرافق، ولا تنسى توصل لي قطعة مستقيم موجهة من نقطة الأصل، بدايتها من نقطة الأصل إلى هذه النقطة بالنسبة إلى الأعداد الأربعة التي أمامك. والسؤال الرابع أعزائي، إذا كان الزد 1 والزد 2 أعطيني عددين، ده يريد مني مرة زد 1 زائد زد 2 مرة زد 1 ناقص زد 2، مرة تضرب لي الزد 1 باثنين ومرة تضرب لي الزد 2 بالسالب 3. سنناقش كل مطلب لوحده. زين سوينا سهلا، الزد 1 4 ناقص 2 اي حولت نقطة 4 سالب 2، الزد 2 1 زائد 2 اي حولت نقطة معناها 1 2، ايش راح اسوي هسه؟ من ترسم المحورين الاحداثيين بعد شوية تثبت الأربعة سالب 2 وتثبت الواحد 2 ومن نهاية القطعة الأولى ترسم قطعة مستقيم توازي الثانية وبنفس الطول، ونفس الشيء بالنسبة للقطعة الثانية، عندها يكون ناتج الجمع هو نقطة التقاء القطعتين. لاحظ من أريد أجمع الزد 1 زائد الزد 2 ايش راح يصير هنا؟ 4 زائد 1 5،
سالب 2i موجب 2i صفر، اذا 5 او اكتبها 5 زائد 5i، اذا تحديد النقطة هي 5 صفر، وتشوف الناتج الجمع امامك. اذا 1 البي Z1 هذا اللي هو 4 سالب 2، البي Z2 هذا اللي هو 1 2، ناتج الجمع شوف من نهاية القطعة الأولى أرسم قطعة مستقيم توازي الثانية وبنفس الطول، ومن نهاية القطعة الثانية أرسم قطعة مستقيم توازي القطعة الأولى وبنفس الطول، وبما أن العددين ليسا على استقامة واحدة إذا لابد أن الشكل المتكون متوازي أضلاع، إذا بشوف هذه النقطة هي 5 صفر التي تمثل البي Z1 زائد Z2. أما في حالة الطرح أعزائي إيش قلنا هسه؟ أقلب عملية الطرح إلى عملية جمع، وبعدين أثبت من هو اللي أثبته بي Z1 وبي سالب Z2، ونشتغل نفس هذا الشغل. إذا تلاحظ أمامك أعزائي بي Z1 هذا من هو البي Z1 هو 4 سالب 2، من هو البي Z2 هو سالب 1 سالب 2. أيضا أكمل رسم متوازي أضلاع، راح يلتقون بهذه النقطة، وأبد ما أنسى القطر، إذن هذا هو بي Z1 ناقص Z2. الحالة الأخيرة أعزائي من أريد 2 Z1، Z1 من هو؟ هو 4 سالب 2، إذن 2 Z1 راح يصير 8 ناقص 4 آي، يعني معناها 8 ناقص 4. الZ2 هو 1 زائد 2 آي، زين، سالب 3 Z2 هذه راح يصير عندي سالب 3 ناقص 6i، من احولها الى نقطه سالب 3 سالب 6. ما علينا الا ان نثبت الاربعه سالب 2، اكيد هذه راح تكون على امتدادها اما بنفس الاتجاه او عكس الاتجاه، وراح امثل الواحد زائد 2i اللي هي 1 2، اكيد السالب 3 سالب 6 ستكون على امتدادها بنفس الاتجاه او عكس الاتجاه. تلاحظ ان البي 2 Z1 هي بنفس اتجاه البي Z1 صارت اعلى من عندها، والبي Z2 ولا ما ثبتتها لاني ضربتها بسالب عدد سالب، بالتاكيد بي سالب 3 Z2 ستكون على نفس الاستقامه وبعكس الاتجاه. وبهذا القدر اعزائي نكون قد انهينا هذا الجزء الذي يتعلق برسم الاعداد المركبه أو التمثيل الهندسي للأعداد المركبة، وكرر عندي ثلاث عمليات. أما السؤال شلون يجيني بالوزارة؟ راح يجيني واحد من أربع احتمالات. الاحتمال الأول يعطيني عدد يقول لي مثل هذا العدد على شكل أرجان، وربما يطلب نظير الجمعي والمرافق مالته. هذا الاحتمال الأول، كل واحد أمثله واحدة وأوصله بقطعة مستقيم موجهة من نقطة الأصل، وكان الله يحب المحسنين. زين، إذا قال لي أريد إجماع، الجمع شلون؟ امثل الاول، امثل الثاني، اكمل رسم متوازي اضلاع او مستقيم واقبل القطر مالته، هذا هو الجمع او الطرح. لكن بالجمع من هو اللي امثله؟ بي Z1 وبي Z2 وبي للجمع. زين، بالطرح من هو اللي امثله؟ بي Z1 وبي سالب Z2 وبي للطرح. اذا هذا الاحتمال الثاني والثالث. اما الاحتمال الرابع هو لضرب اي عدد مركب في جزء حقيقي، يجب أن يكون ناتج الضرب هو امتداد العدد الأصلي، ولكن ماذا؟ يكون أما بنفس الاتجاه أو عكس الاتجاه. إذن بهذا القدر نكون قد أنهينا هذا الموضوع. الاحتمال الخامس بأنكم قادرون على استيعاب هذا الموضوع جيدا، وقادرون على أن تحصلوا على الدرجة الكاملة. وهنا أعزائي أقول لكم في أمان.